السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في هذه الحلقة الاحتفالية ببطل كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم. من العربي إلى الوحدة، ومن الهلال إلى النجمة، هذه عادة أبناء العاصمة، قصة عشق تجمعهم بالبطولات، وهم الذين مهما جفوا أو ابتعدوا تذكرهم المنصات، فلهم في الملاعب إرث عظيم وإنجازات منذ أيام فياض وبدر، ومن قبلهم السبيعي وهلال وبوشقر. تواصلت المسيرة والآمال وحمل الراية بعدهم راشد جمال، واليوم بجيل جديد يضع ابناء النجمة النجمة السادسة في سجل أقل الكؤوس والبطولات، فمكانهم على المنصة ليس بغريب لأن النجماوي الرهيب. مليون في المليون منك ترى يهابون، يا النجمة قل لي شلون جيت ما يكشون. نهائي كأس جلالة الملك فخامة الاسم تكفي. المحرق الفريق الذي يريد أن ينسى خيبة خسارته العام الماضي أمام المنامة، والنجمة سنوات طويلة لم يعرف منصة التتويج فيها. اللاعب الثاني عشر أوفى بوعده، انطلقت صافرة البداية، لم يكن متوقعا هذا الضغط الرهيب على مرمى جعفر، حتى ظهر كوميل من الخلف مباغتا الجميع بهدف أول للنجمة. عودة الذئب للهجوم لم تكن كافية، فكان من السهل ملاحظة سيطرة أبناء عاشور على اللقاء حتى انتهت الحصة الأولى. في الشوط الثاني سعى الأحمر بكل ما لديه لمباغتة شوبر الذي وقف صامدا كالجدار. تبديلات الجنرال بدأت والضغط يزداد حتى اقتربت المباراة من النهاية. تقمص سمعة دور فان باستن ليضع أجمل أهداف البطولة. الأشواط الإضافية بدأ التعب ينال من لاعبي النجمة، وبدأ التوتر على وجوه الجميع. عاشور يحاول أن يبث روحا جديدة، وسلمان يعلم أن الفوز لم يعد مستحيلا. مصائب الرهيب استمرت، اللاعبون بدأوا بالسقوط، إصابات في كل مكان وطرد علي عاشور. على الرغم من كل ذلك وصلوا لضربات الحظ التي سلم فيها الكثيرون المباراة للذئاب بعد ضياع أول ضربتين. لكن قد نسي الكثيرون أن شبر هو من يقف حارسا ليقوم بدور البطل، فتارة يسدد وتارة أخرى يمنع شباكه من الاهتزاز، حتى تصدى للكرة الأخيرة التي أهدت النجمة لقب بطولة كأس جلالة الملك بكل جدارة واستحقاق، بعد أن قدم رجال عاشور مباراة لو أعيدت آلاف المرات لن يتكرر هذا السيناريو المجنون فيها، ليقف هذا الرجل شامخا منتصرا في النهائي الأول والذي بالتأكيد لن يكون الأخير. إذن ألف مبروك لنادي النجمة تحقيق لقب بطولة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم للموسم الرياضي 2017-2018. في البداية نبدأ مع الكابتن علي عاشور وحمد سلمان، ألف مبروك هذا الإنجاز وحياكم الله في استديو الملعب. الله يحييك. الله يبارك فيك كابتن علي. يعني يمكن نتكلم عن هذه البطولة، كونك أنت أصغر مدرب يرفع كأس البطولة يمكن إنجاز شخصي لك غير عن إنجاز الفريق، فكانت الفرحة فرحتين بالنسبة لك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، نشكركم على استضافتنا هنا في تلفزيون البحرين قناة الرياضية، وصراحة أنا منبهر من الاستوديو من كل الأمور، من تقديمك ما شاء الله محمد ورئيسة القناة مريم بكمال النشيطة، وما شاء الله ما شاء الله يعني نرفع لكم القبعة على الشغل اللي قاعد تسوونه، وهي داعم لنا أن احنا نقدم أكثر في الملعب لأن في ناس ورانا قاعد يشتغلون في الاستوديو. بس بخصوص الإنجاز الشخصي والله ما فكر في الإنجازات الشخصية ولا ثانية مر على بالي، فقط كنا نركز على فريقنا نظهر بأحلى صورة كانت،
ونشرف جمهورنا، نشرف الحضور، نشرف سمو الشيخ ناصر بن حمد، نقدم مباراة جميلة، نكون ند قوي لفريق المحرق الكبير العريق، والحمد لله رب العالمين توفقنا في المباراة. طبعا حمد، يمكن في اللقاء اللي قبل المباراة مع الزميل عادل حسن كنت متفائل وايد بتحقيق اللقب، شنو صار هاي التفاؤل اللي كان عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافة أخوي محمد، مثل ما تفضل أخوي كابتن علي. والله سر التفاؤل كان يمكن عندي ثقة يعني كبيرة لأبعد ما تتصور بلاعبيني الأبطال رجال، تعاقدنا معاهم وكانوا هما يعني من ضمن اختيارات لمعايير معينة لاختيار اللاعب عندنا في نادي النجمة، رجال بمعنى الكلمة، يمكن كلمة رجال يوم قليلة في حقهم لأن هم قدموا الكثير لهذا النادي وضحوا وأخلصوا في عملهم. واليوم سر التفاؤل يمكن عندك ناس مثل ذنين الأبطال. اليوم يعني في المقابلة كلمت الأخ عادل وكنت متفائل من عقب صافرة المباراة في مباراتنا في السيمي فاينل مباراة الاتحاد. كان الضغط علينا جدا كبير في مباراة الاتحاد، ضغط جدا جدا كبير في السيمي فاينل، كان الضغط كبير لأن احنا كنا مطالبين وعلى الورق كنا احنا المفروض اللي نتأهل لنهاية أغلى الكؤوس. من بعد صفرة نهاية مباراة الاتحاد الضغط انزال علينا وكنا متفائلين كلش ومتحمسين ان احنا راح نقابل فريق المحرق، الفريق الكبير، الفريق المتمرس بالبطولات، وهذه الوقت للاستمتاع مع هالمجموعة الطيبة من لاعبين ومعدل أعمار جدا ممتاز عندنا، ومجموعة لاعبين راح يستمرون إن شاء الله مع بعض من 3 إلى 5 سنوات قدامهم عمل كبير، وهذه الإنجاز إن شاء الله بداية انطلاقة لهذا الفريق إن شاء الله. نعم إن شاء الله. طبعا كابتن علي، يمكن مثل ما لاحظنا في التقرير أو مثل ما شاهدنا في كثير من المجريات اللي صارت أثناء المباراة، يمكن شد عصبي من أمور مثل ما كانت، حتى شفنا استبعادك بالبطاقة الحمراء يمكن من المباراة. شلون تابعت المباراة من المنصة نقدر نقول أو بعد استبعادك من المدرجات، وشلون تحملت الضغط العصبي خلال ركلات الترجيح؟ والله المباراة كانت جدا عصيبة، بس في نفس الوقت أنا كنت مؤمن في لاعبيني، وأمانة اليوم أنا وحمد قاعدين على الطاولة كنت أتمنى أن مساعديني سيد محمود جلال ويوسف يعقوب ذلين سندي وظهري أن يتواجدون معي على الطاولة، ولكن نفس ما أنتم رتبتوا وباقي طاقم الجهاز الفني كنت كل الثقة، يعني احنا دائما نشتغل على قلب واحد والروح الواحدة والعائلة الواحدة. انا اللي اقول لا اسوي، المساعدين اللي معاي دائما هم يعرفون شو اسوي، ونشارك اللاعبين ارائنا وافكارنا. اضطرت خب هي فرصة اعتذر لكابتن علي عامر وكابتن سلمان شريدة وجماهير المحرق العريقة. شيء كان ضغط عصبي بداية الشوط الإضافي الأول، وأنا كنت متابع مباراة المحرق في السيمي فاينل مع الرفاع. المحرق لما متأخر في النتيجة ما يطلع الكرة أمانته، وهاي الشيء يعني إحنا ما نبي يصير في ملاعبنا، خاصة إذا شفنا إصابات. يعني إصابة أنا عندي إزرس اللاعب البرازيلي هو اللي كان مصاب، هو مو من اللاعبين اللي يعني يصير نفس ما نقول يمثلون الإصابة، والله يتعير نفس ما إحنا نستخدم الكلمة. هو صدق كان مصاب، ورحت لعلي عامر اخوي علي عامر وقلت له انه مو اذا تبي تفوز علي فوز علي ب 11 ب 11 مو انا ناقص لاعب تبي تفوز علي، والخليج كلهم قاعد يطلعون المباراه، فكنت اتمنى انهم ما كانوا يطلعون الكره، ولكن كابتن اسماعيل عبد اللطيف باخلاقه وروحه وهو طلع الكره وصار اللي صار. بس جوابا على سؤالك صراحه كانت جدا اعصابي، كنت واقف ورا السور وكانت جدا جدا يعني المباراه من برا الملعب لما على الخط تحس بكل شيء، تحس تسمع الاصوات تسمع كل شيء، بس لما تكون في المدرجات شوي صعب ما تدري ايش قاعد يصير بالتفاصيل الدقيقه، فكانت جدا صعبه. واثناء ركلات الجزاء بعد نفس الشيء، يعني كانت اعصاب خصوصا اول بلنتين ضاعوا. هني شنو شعورك؟ حسيت راحت البطوله؟ والله شوي، ولكن في نفس الوقت كنت مؤمن ان سيد شبر ترى امانه ركلات الجزاء ليله المباراه لاعبيننا دربتوا يعني عليها، انا ويوسف وسيد محمود والسيد انور مدرب الحراس ندرب اللاعبين، كان تضيع اللاعبين ركلات الجزاء بشكل غير طبيعي، حتى لدرجه ان اوشي قال لي كابتن خلينا نوقف ما نشوت لانه بتاثر على نفسيات اللاعبين،
بس مو لان هم قاعد يضيعون، لان الحراس اللي في الجول، ان الحارس الثاني احمد عبد الرسول مميز، والحارس الثالث انور ليله المباراه كان بشكل غير طبيعي يصد ركلات جزاء وفوقهم شبر. صح. فكنت مؤمن ان عندنا حراس. بنات احمد عبد الله صادك يوم يشوطها بهالطريقه. اتصدق هاي سر من اسرار الفريق، انا كنت مانع اي لاعب يشوط الشوط بالتشيب، ممنوع يعني. بس استغربت احمدو شلون شاط الشوط. يبين قلت احمدو انه خلاك على اعصابك فوجي يعني. ايه عقب المباراه قلت له في اذونه شيء بس ما بقول ابو بنسال. احنا بنروح له بنروح له. حمد صحيح ان الحين عندكم مسابقه الدوري تنافسون عليها على ارض الملعب، لكن نقدر نقول النجم حقق طموحه هالموسم؟ والله من ناحيه حقق الطموح يمكن لاعبين يقدرون يجاوبونك على ذي الشيء، لان اشوف انا ذي المجموعه ان عندها طموح اكبر من تحقيق بطولة كاس سيدي جلالة الملك. يمكن طموح اللاعبين اكبر وابعد من هذه البطولة، واحنا ما زلنا في بطولة الدوري. صحيح هناك فارق 8 نقاط، صحيح ان المتصدر فريق المحرق الفريق الكبير، ومعروف المحرق اذا تصدر صعب ان انت يعني تلحقه. تنتظرنا مباراة معهم يوم الاربعاء راح تبين فيها ملامح بطل بطولة الدوري بشكل اكبر. قد تكون نقطة تحول تشوف. ممكن تكون نقطة تحول، وهذه اللاعبين وعندهم المباراة، واللي يعني اللي هم يبون يسوونه في ذي الموسم عندهم مباراة يوم الأربعاء إن شاء الله. نعم موفقين إن شاء الله، يعطيكم العافية. راح أرجع لكم لكن راح أنتقل حق الأبطال على المدرج. نبدأ مع الكابتن نبيل شويطر مدير الفريق. أول شيء حياك الله وألف مبروك. نتكلم عن الإعداد النفسي والذهني للاعبين، يمكن كان عندكم شغل كبير ليلة المباراة. السلام عليكم، أشكركم على الاستضافة. والله بصراحة احنا يعني احنا بصراحة سوينا معسكر حق الفريق ليلتين، بتنا في الفندق وكان يعني كل شيء موفرينه حق اللاعبين صراحة، والاشياء النفسية يعني كان عندنا احنا بعد يان الكابتن نبيل طه وقدم لهم محاضرة عن الاشياء النفسية، فهو خبير في هالامور اكيد يعني. ولد نادي النجمة يعني نشكره صراحة، هو مو بأول مرة يجينا يعني كان كذا مرة، ونشكره على هالأمور هذه اللي خلت اللاعبين، بالعكس اللاعبين كلهم استفادوا من المحاضرة هاي اللي قدمها لهم. وبالخصوص يعني احنا كلنا بس أهم شيء كانت لمة اللاعبين وتشوف الملامح التفاؤل في وجوههم يعني. صح، يعطيك العافية كابتن نبيل. كابتن رحمة محمد، شفنا تواجد لنجوم النادي القدامى في التمرين الأخير أو قبل الأخير للفريق، شنو كان مدى تأثير هذا الشيء على اللاعبين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكركم على استضافتنا في الاستديو. والله يعني كانوا دافع كبير حق الفريق، يعني لاعبين القدامى اللي كانت عندهم خبرات في هالمباريات النهائية ولحقوا الكاس من قبل كذا مرة، يعني فولوا الفريق وايد يعني دفع معنوي، شافوا اللاعبين وعرفوا اللاعبين. نعم الحمد لله شيء يعني أثر في اللاعبين إن شاء الله، يعني شافوا اللاعبين القدامى. حلو، يعطيك العافيه كابتن حمد. كابتن يوسف يعقوب، يمكن بعد طار الكابتن علي عاشور، انت توليت المهمه في الوقت الحاسم، شلون تعاملت مع هذا الوقت؟ اول شيء بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على كل حال وتحقيقنا البطوله. بالنسبه عن سؤالك عن الكابتن علي عاشور، يمكن فرصه دي اشكر الكابتن علي عاشور على فكره صراحه، والمساحه اللي يعطينا اللي نشتغل فيها. يمكن كانت الظروف صعبة ووقت كان صعب والنتيجة كانت صعبة، لكن مساعدة أخوي محمود جلال كانت وايد عطاني دافع أني أوقف على الخط وأوجه اللاعبين. وأمانة اللاعبين ما قصروا، صلاباتهم الذهنية وتركيزهم في المباراة ساعدني وايد على أساس أني أدير المباراة، والحمد لله رب العالمين توفقنا. يعطيك العافية طبعا كابتن يوسف يعقوب. نتقل كابتن سيد محمود جلال، أنت حققت اللقب كلاعب والحين تحققه كعضو في الجهاز الفني للفريق، وحققت على حساب مين؟ فريقك اللي يطمع الإنجازات، شنو شعورك بهالبطولة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا بالنسبة لي ما كنت أتمنى أن أحقق هاي البطولة على حساب فريقي، يعني أمانة المحرق وجمهوره لمكان عودة في قلبي، لكن في النهاية هاي فريقي النجمة، والنجمة أساسا هو بيتي، فأنا جدا سعيد. يمكن عادة اللي نتحقق شيء لأول مرة يكون شعور غير، يعني شعور لا يوصف، لكن الشعور الأهم إن أنت التحول اللي صار من الموسم اللي راح لهاي الموسم في الفريق، والنقلة اللي صارت أمانة، والشغل اللي قاموا فيه أمانة، خصوصا الاثنين اللي هناك علي عاشور وحمد سلمان،
دعم من الرئيس رقم واحد وأعضاء مجلس الإدارة. أمانة لما نشوف هاي الفريق السنة من بداية الإعداد من أول يوم لليوم، تشوف الروح، تشوف الجو العائلي، تشوف الإصرار، الانضباط، الحماس اللي عندهم، هاي يمكن هاي الشيء هو اللي يخليك تحس ان هاي البطولة مميزة أمانة. ومثل ما قلنا احنا ان ما اعتقد ان طموحهم اللاعبين وقف لهني لبطولة كأس جلالة الملك، ان شاء الله بعد راح نستمر ونستمر اكثر واكثر. يمكن انت في بداية مشوارك مع نادي القادسية اتوقع لعبت نهائي مع الفريق، صح؟ انت تشوف الحين اللاعبين الموجودين اغلبهم لاعبين شباب في بداية مشوارهم الكروي، ممكن يمرون بمسيرة طويلة ومميزة مثل اللي تمريت فيها. لا أمانة يمكن الفريق في خليط، يعني الفريق في خليط بين الشباب واللي عندهم تجربة، ما نقول خبرة، تجربة. يعني احنا اليوم عندنا 6 من لاعبين المنتخب، فأعتقد أن فريقنا اليوم فريق جاهز أنه ممكن ينافس على أي بطولة نلعبها. يعطيك العافية سيد. ننتقل إلى سيد أنور محفوظ مدرب الحراس. تألق الكبير اللي طلع عليه سيد شبر هذا الموسم سواء مع المنتخب الوطني أو مع النادي النجمة، يمكن من بعد الله لك أنت دور كبير في إعداد الكابتن. أولاً أشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة، وأشكر الأخوان حمد سلمان والكابتن على عاشور، والأخوان كابتن سيد محمود كابتن يوسف يعقوب على المساندة طوال الموسم، وأشكر الجهاز الإداري وأشكر بعد أعضاء مجلس الإدارة اللي أعطوني الثقة. طبعا من أول اتصال اللي حصلته من الكابتن علي عاشور، طبعا أنا وصلت النهائي 3 مرات مع نادي الرفاع وللأسف ما حققت البطولة، بس في هذا التحدي أنا كسبته مع النجمة الحمد لله والشكر. طبعا سر التألق لسي شبر، طبعا أنا كان معاي في نادي الرفاع وعارفه، بس بي ظلم كثير، صح؟ طبعا طوال السنوات اللي طافت ما حصل فرصته الكاملة في المنتخبات، وصل للمنتخب الأولمبي ووقف بعدين بعد 2010 تقريبا، من 2011 إلى 2017 ما وصل للمنتخب إلا مرة واحدة أثناء ما كنت وياه في نادي الرفاع. بس أول ما تعاقدت مع النادي النجمة السنة قعدنا معاه جلسة مصارحة، قلنا له شوف إذا ما توصل إلى هدفك المرجو توصل المنتخب ما بحقق طموحي أنا كمدرب حراس. طبعا الحمد لله والشكر البطولة هذه تحسب للجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة، طبعا الدعم اللي حصلناه مو طبيعي صراحة، وأشكر إخواني اللاعبين على المجهود، وأشكر بعد قبل النهاية أشكر الحراس البقية من أحمد أبو رسول، من الحارس المستقبل أنور طاهر، من الكابتن الشاب الصغير يزن، يعني طبعا كلهم عطوني المساحة أني أنا أبدأ في تدريبهم، أعطيهم المعلومات الكافية في التدريب، الحمد لله والشكر. يعطيك الف عافيه، ان شاء الله تقدم المزيد من حراس الكره البحرينيه. شكرا لك كابتن سيد انور. طلال مشعان يمكن اللاعب الوحيد اللي عاصر الجيل اللي حقق البطولتين في 2007 و2008 وبعدها بعشر سنوات حقق اللقب مره ثالثه. شنو اللي اختلف بين الجيلين؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، تبي توهقني انت؟ شو اللي اختلف؟ شوف يقول مثل لكل زمان دوله ورجال، وانا اقول لك كل زمان نجمه ورجال. يعني وين ما كان في نجوم في بطولة، ودائما يعني نادينا متعود على منصات التتويج، وكانت عندنا نجوم 2006 2007، والحين عندنا دولة الرجال نجوم اللي ما قصروا. ويمكن يختلف الكرة الحديثة التزام تكتيكي، بس اللي تشابه في كل البطولات الروح النجموية صراحة. أنا شفت يعني 2006 كانت الروح هي أخذت الكأس، و2007 الروح أخذت الكأس، والحين صراحة عندي ريايل أنا. نعم فيهم كلهم، لكن في شيء يختلف أنك هالمرة أنت اللي استلمت الكأس من راعي المباراة. أكيد يعني هاي شعور أكيد غير، يعني مثل ما يقولون الثالثة ثابتة. يعطيك العافية، إن شاء الله مزيد من البطولات. شكرا لك طلال. عبد الرحمن يوسف لاعب من الفئات السنية في نادي النجمة، يمكن أنت اليوم تحقق أكبر بطولة كروية في البحرين، شعورك بعد هذا اللقب؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الصراحة الشعور ما ينوصف، الشعور ما ينوصف، شعور حلو، تحقق كأس جلالة الملك،
تحقق كاس جلالة الملك. حبيت أشكر أخواني اللاعبين وأشكر مدرب علي عاشور، حمد سلمون، جهاز يوسف يعقوب وأبو جلال، الجهاز الإداري، لرب العالمين. يعني حقك بطولة وانت صغير يمكن تعطيك دافع انك تجيب المزيد من الانجازات، ما توقف عن هذه البطولة ان شاء الله. ان شاء الله الناس ما قال حمد، هاي بداية الانطلاقة، ان شاء الله المستقبل نحقق اكثر ان شاء الله. يعطيك العافية عبد الرحمن. ننتقل الى علي مدن. في البداية الف مبروك، احد نجوم هالموسم نقدر نقول، سواء مع النادي ولا مع المنتخب الوطني. اول موسم لك واول تجربة خارج ناديك، النادي الام اقصد، يعني شلون تقيم هذا الموسم بالنسبة لك؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة. هذا أول موسم لي أخرج من نادي الأم لو نادي الشباب. أول شيء بشكر بعد الجهاز الإداري والجهاز الفني اللي قدروا يكونون هاي الفريق اللي هالموسم أبهر الجميع يعني، وقادر على المنافسة على كل البطولات. والحمد لله رب العالمين. يعني من بداية الإعداد من كان عندنا هدف إن نكون من التوب فور، والله وفقنا ووصلنا نهائي كاس الملك. بعد كان عندنا هدف وخذينا الكاس والحمد لله رب العالمين. تحقيق الكاس يخليك مثل ما تقول تطمح في شيء ثاني. الدوري الحين عندكم، تتوقع في مثل ما نقول مجال انك تلحق على صدارة الدوري؟ هو في مجال اكيد يعني، بس يعني ما بيحدد الكلام اللي الحين نقوله، اللي بيحدد الست مباريات القادمة يعني اللي في الملعب تصير. يعطيك العافية علي. ننتقل الى اللاعب محمد عيد. محمد عيد لاعب شاب، يمكن انت مع بداية مشوارك مع الفريق شلون شفت فريق في نهائي كاس الملك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على استضافتكم لنا واشكر الجهاز الفني على راسهم محمد سلمون، واشكر الشيخ عيسى القطان، واشكر كابتن علي عاشور. بصراحة انا بداية مشواري اطمح لاشياء وايد، من ضمنها اكون لاعب امثل منتخبنا البحريني. وصراحة ما في شيء أقدر أقوله حق الشباب، ما قصروا كل مباراة، وكوني كلاعب صغير مو بلازم يعني أكون في الملعب دام عندي هالرجال. أكيد أكيد. يعطيك العافية محمد. سالم عادل، أول شيء ألف مبروك. يعني قبل المباراة الكل قال محرق خبرة في النهائيات، محرق ما يخسر نهائيين على راس، قالوا إن الجمهور راح يكون له كلمة، لكن أنت وتحديتوا كل هالأشياء ويبتوا الكاس. أكيد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً الاستضافة، شكراً الجهاز الفني والإدارة واللاعبين. الصراحة وأحمد ربي على هالبطولة. محرق أكيد، محرق هو متمصل البطولات، بس بعد النجم مو بسهل، النجم بعد أكيد منصات، فالجماهير والضغط الجماهير والإعلام ما كان ضغط علينا، ضغط على كان على المحرق، فإحنا الشين الحمد لله وحققنا البطولة. أنتوا كنتوا أرياح مثل ما أكيد إحنا أرياح، الحمد لله خذيناها. ألف مبروك محمد سهوان. يمكن في البداية مبارك لك هذا الإنجاز. الجمهور اللي تواجد، جماهير النجمة، يمكن سجلت حضور مميز خلال هذه المباراة، شكلها دافع لكم ولا ضغط عليكم في المباراة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة. وعلى موضوع الجمهور، يعني أحس أنه كان أعطانا دافع قوي. يعني أول ما دخلنا حتى حق التسخين صراحة شفت الجمهور، حتى أنا جمهور الخصم يعني المحرق كان يعطيني دافع أن في ناس في الملعب تشوفنا وشذي، فنقدر نبدع داخل الملعب، نلعب بروح، والحمد لله رب العالمين. يعني الجمهور كان سواء ويانا ولا علينا، بالنسبة حقي أنا دافع حقي، ما كان يعني ضغط علينا، بالعكس لازم نلعب ونستمتع، هي كرة القدم متعة، فكل ما نشوف الجماهير تزيد أكيد تزيد المتعة، تبي تأدي زيادة. إيه تبي تأدي زيادة. وأنت تحملت على نفسك بشكل كبير، يعني لعبت المباراة كأنا قلت لي كنت مريض قبل المباراة، وخلال المباراة يمكن تعورت مرة وما قدرت تكمل المباراة، لكن بذلت أقصى مجهود عندك. والله كنت أخدم الشعار يعني من قلبي، وحبيت أشكر رئيس النادي أول شيء على الدعم اللامحدود عيسى القطان، وجميع المنتسبين وجماهير نادي النجمة، وفوقهم حمد سلمون والكابتن علي عاشور والجهاز الفني والإدارة. الصراحة ما قصروا ويانا من بداية الموسم لين ما حققنا البطولة، وإن شاء الله ما بيقصرون، وإحنا بعد ما بنقصر إياهم. يعطيك العافية كابتن. احنا راح نتواصل معاكم يا شباب، لكن نشاهد هذه اللقطات من مسيرة الجماهير النجماوية بعد تحقيق لقب بطولة كأس جلالة الملك المفدى. نرجع لكم البارت الثاني.
عودة مرة أخرى لأبطال أغلى الكؤوس كأس جلالة الملك المفدى الكابتن علي عاشور، يمكن الموسم الماضي كانت عندك أفكار كبيرة، طريقة لعب مختلفة عن الطرق المعتادة في البحرين، وصلت عندك إلى أنك تقدم استقالتك السنة الماضية، لكن السنة إحنا نشوفك بطل لأغلى الكؤوس، شو اللي تغير بين الموسم الماضي والموسم الحالي؟ والله الموسم الماضي بدينا بشكل ممتاز، والتوفيق ما حالفنا أمانة، والحظ بعد يعني بين الدورين اضطرينا نغير بعض المحترفين اضطراريا، وقعنا مع بعض المحترفين وصارت عندهم ظروف ما قدروا يجونا بين الدورين فترة انتقالات الشتوية، لقينا صعوبة وما قدرنا ناخذ المباريات اللي لازم كنا ناخذها، فوصلنا لآخر مرحلة وحسيت روحي يعني أمانة يعني شخصيا حسيت روحي ما أقدر أعطي للفريق أكثر، أنا تعبت على الفريق كنت سنة ونص وحسيت الفريق يحتاج دفعة للأمام، نفسية تتغير، فقدمت استقالتي نعم، ولمصلحة الفريق لمصلحة النادي، حبي لهذا الفريق، حبي لحمد أخوي حمد سلمان والرئيس عيسى القطان، أبعدهم عن الضغوطات، بس الشيء اللي بصراحة هاي الشيء ما ينكر يعني ما بنساه طول عمري يعني طول ما مسيرتي التدريبية المستقبل، ان اللاعبين الاوفياء اللاعبين الرجال وقفوا معي، مجلس اداره وقف معي، رئيس النادي حمد سلمان، رئيس الجهاز الاداري، مساعديني، فاعطاني دافع انه رفضوا الاستقاله واللاعبين تمسكوا الحمد لله رب العالمين، ف هاي اللي خلاني اعطاني دافع اكبر، وجينا خسرنا المباراه الاولى ضد الرفع، ولكن جينا مع البطل المالكيه ملعب الاهلي وكان سيناريو ثاني، وهنا مع المنام المباراة الأخيرة بعد كان سيناريو ثاني، يعني لعبنا مبارتين للعمر يعني كانت خاصة المالتشية والمنامة، يعني بطل الكاس بطل الدوري ما فاز عليه، المالتشية العام هو بطل الدوري لكن احنا الفريق الوحيد اللي المالتشية ما فاز علينا، فيينا هذا الموسم تجديد الثقة مع أن عقدي 3 سنوات، تجديد الثقة من رئيس النادي السيد عيسى القطان، واشكره الشكر الجزيل على هذه الثقة، وأعضاء مجلس الإدارة وأخوي حمد سلمان وعلى تجديد الثقة، فحطينا سياسة جديدة للفريق، اختيار اللاعبين، الهدف كان واضح من أول ما وقعت قبل 3 سنوات، الموسم الأول نصعد للدرجة الأولى، الموسم الثاني نثبت في الدرجة الأولى، الموسم الثالث هو موسم الحصاد، موسم المنافسة، إذا أنت بتنافس لازم تجيب لك لاعبين كواليتي، لاعبين يكونون مميزين يصنعون لك الفارق، يعني أمانة أي مدرب في العالم ما عنده الآلات الأدوات اللي يقدر يستخدمها في المباريات صعب عليه تحقيق الإنجازات، يعني على سبيل المثال بيب غوارديولا ويا مانشستر سيتي قاعد يشتري ظهير قيمته 60 مليون يورو ظهير، فيبي الآلات والأدوات اللي يساعدونه على عمل فلسفته وقيام بعمله كمدرب، الحمد لله رب العالمين توفقنا مع الدينامو حمد سلمان، يعني ما شاء الله عليه شهادته في مجروحة، أقول لك لو تسأله أي لاعب في البحرين متى بينتهي عقده يعرفه أمانة، أكيد لازم يتابع كل يعرف لاعب عقود اللاعبين كلهم، وبقربي أنا بحكم أنا اشتغلت معه في منتخب الشباب عندنا، يعني أنا ودربت في فئات في نادي المنامة، ف اللاعبين المواليد 93 94 95 96 97 98 99 عندنا اثنيناتنا فكرة كبيرة عنهم، يعني علي مدن احنا نعرفه من يوم كان قبل 5 سنوات قبل دربته في منتخب الشباب وغير وغير، وسيد مهدي في منتخب الأولمبي، كوميل في منتخب الأولمبي، يعني عندنا فكرة كبيرة عن اللاعبين في 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 في, في دورينا،
ويمكن مغمورين الحين. اليوم حسن القراني وعزيز خالد موجودين معانا لان احنا اثنيناتنا دربناهم في دربناهم منتخب شباب، عارفين امكانياتهم، عارف انهم يضيفون لنا، وغير 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 من اللاعبين. فالحمد لله رب العالمين توفقنا في اللاعبين اللي انضموا للفريق واللاعبين السابقين في الفريق من طلال وعبد الرحمن يوسف واحمد عبد الرسول وكوكب الباقي من اللاعبين، وهم اللي اعطونا اضافه، واضافه عليهم محمود عصام اللي برز نجمه في هذه المباراه. والحمد لله رب العالمين قدرنا نكون هالمجموعه والكوكب من اللاعبين بفلسفه شوي مختلفه عن الموسم السابق. الموسم السابق انا امانه كمدرب والجهاز الفني بغينا نحط ريلنا نثبت في الدوري، ولكن بطريقه لعب ما اعتقد هي تناسب لدورينا البحريني. فحطينا فلسفه جديده ولعبنا في تمركزنا في الثلث الوسطي، وقلنا بنلعب على الكاونتر اتاك والهجمات المرتده واكثر على الاستحواذ في منتصف الملعب او منطقه الخصم. فالحمد لله توفقنا، مباريات تجريبيه الثمان اللي لعبناها فزنا فيهم كلهم، استقبلنا جولين فقط، سجلنا 18 هدف في ثمان مباريات تجريبيه في فتره الاعداد. وفي نفس الوقت احب اشكر مدرب اللياقه البدنيه، اليوم مو موجود معنا، الكابتن مناف، حصل عرض من فريق الوداد المغربي اللي شارك في بطولة كأس العالم الأندية، والحمد لله الله يوفقه مع فريق هناك، كان له دور كبير في إعداد اللاعبين من ناحية اللياقية، وعلاقته جدا كانت مع اللاعبين قوية. وفي نفس الوقت اليوم جاي مدرب لياقة جديد أيضا تونسي الجنسية، وشاهدت في مجروحة أيضا كابتن ياسين بن سعد راح يكمل شغل كابتن مناف، وان شاء الله باذن الله نعم لنهايه الموسم الله يوفق المدرب الجديد ان شاء الله. ان شاء الله راح يوفق فريقنا ويوفق المدرب الجديد ويوفقنا لنهايه الموسم على تحقيق النتائج الطيبه ان شاء الله. حمد، طبعا احنا غالبا المدربين عندنا في البحرين نعرف ان عقودهم لسنه واحده، انتم كفريق كنتوا حاطين لكم هدف طويل المدى، وقعتوا مع الكابتن علي ثلاث مواسم، واعلنت على الهواء في بعد المباراه النهائيه ان راح تمددون معه ثلاث مواسم اخرى. ثقتكم كبيرة ما شاء الله في الكابتن علي. أضحك أو لا؟ في سر كأنه. بخصوص عقد الكابتن علي، يمكن أنا كنت في قبل أربع مواسم كنت مدير منتخب الشباب مع الكابتن علي، الكابتن علي هو كان مدرب منتخب الشباب. في ذاك الموسم النجمة هبط إلى مصاف دوري الدرجة الثانية، والأمانة أنا يعني أنا رابي في ذي النادي ولاعب في ذي النادي، واليوم أنا وصلت لذي المنصب في ذي النادي، فكان شيء مؤلم بالنسبة لي. وكنت يعني ليلة الفريق نزل في المباراة الأخيرة كانت ضد نادي المالكية على ملعب السر خليفة، هذه الليلة ما انساها يعني، كانت جدا مؤلمه بالنسبه لي. فكنت اتمنى، انا كنت يعني صغير في السن، يعني في ذاك الوقت انا كان عمري 26 25 سنه يوم ينزل الفريق، انا وقفت اللعب بسبب ظروف العمل يعني، بس تمنيت ان انا اكون يعني سبب في عوده هيبه الفريق ذي اللي كنت يعني العب فيه، وكنت احقق فيه الانجازات، وكنت افرح لفوزه واحزن لخسارته. فيعني كان السيناريو اللي اليوم اعيش فيه كانه مثل الحلم بالنسبه لي، كانه شيء يعني كنت اتخيله وكنت احلم فيه، واليوم مثل ما تقول وصلت له وحققته. اليوم انا عمري يعني شهر جاي راح اصير 30 سنه، عمر كله ان شاء الله. في خلال ذي الفتره يعني يعني نداء من رئيس النادي القدير والعزيز على قلبنا كلنا الكابتن عيسى القطان، الداعم الأساسي لنا والداعم يعني لهذا الكيان ولهذا الفريق. ويعني شهادتي في مجروحة لأن احنا محظوظين ان احنا نشتغل ويا الكابتن عيسى القطان، كونه هو الرئيس الوحيد في البحرين اللي هو كان لاعب سابق، أفضل لاعب في آسيا، أفضل مدرب، حقق انجازات هو كلاعب وهو كمدرب. فاليوم اللي يختلف بينه وبين، مع احترامي حق الشديد حق كل رؤساء الانديه، الحس الرياضي عنده وشعور اللاعب عنده او شعور الاداري
موجود عنده، فهذا الشيء اللي يميز كابتن عيسى القطان. طلب مني ان انا اتواجد في النادي بتزكيه اخوي صلاح الرفاعي الداعم، اللي يعني الدائم لي. صلاح الرفاعي هو الشخص اللي اوصلني لهذا المكان، اوصلني لما يعني للمكان اللي احنا اليوم فيه، واللي حققنا انه هو كان يعني اخوي وزميلي، وهو الداعم الاساسي لي اللي زكى اسمي. للأمانة عيسى القطان ما كان يعرف بالتفاصيل حمد شنو كان عنده، فأخوي صلاح كان مؤمن في قدراتي ويعرف أنا شنو اللي أقدر أقدمه لهذا الكيان. والعمل مع عيسى القطان أقدر أقول لك أنه يعني يعطيك المساحة اللي أنت تقدر تبدع فيها، يعطيك كامل الثقة كامل الصلاحيات. يمكن أخوي محمد ما يخفى عليك، ما في شيء في البحرين اليوم ينخش. يمكن أنا أكثر واحد واجهت صعوبات، واجهت ضغوطات، واجهت انتقادات. نعم. ويعني كنت مؤمن برب العالمين أن لكل مجتهد النصيب، وكنت مؤمن إن شاء الله في يوم من الأيام أنا والكابتن علي والمشروع اللي حطيناه مع بعض إن إحنا راح نوصل له ونحقق أهدافنا. يبنى المشروع حق رئيس النادي وقلنا له لازم إن إحنا نوقع مع ذي المدرب. هذا المدرب من خيرة المدربين في البحرين، مستقبل التدريب في البحرين. لازم احنا نحسس المدرب بالامان. نعم. اليوم المدرب اذا تتوقع وياه سنة يطق سلفي التمرين، يخلص التمرين ما يدري هو باكر بيكون موجود في صح. التمرين ولا لا. فهو لازم يحصل الدعم الكامل، لازم يحصل كل الصلاحيات، لازم يحصل يعني الامان في العمل على اساس انه هو يقدر يبدع ويوصل يوصل يوصلك الى اهدافك. فبالعكس لقينا كل الدعم من رئيس النادي عيسى القطان، وكان هو اكثر شخص كان يشد من ازرنا ويدعمنا في وقت الضغوطات، ووقت اللي احنا نكون مثلا مرينا في صعوبات وايد في الدروب في ذي يعني. والحمد لله رب العالمين وصلنا الى بعد نهايه الفتره اللي احنا حاطينها مشروع الثلاث سنوات. اليوم احنا في الثلاث شهور الاخيره، واحنا نشوف ان احنا وصلنا حق اهدافنا في الثلاث سنوات الاولى، وان شاء الله اهدافنا في الثلاث سنوات الجايه راح تتغير ان شاء الله. يعني ما اقول الموضوع راح يجدد ضحكه واللاعبين شو السر يعني؟ يعني للامانه خلنا اكون صريح وياك، يعني يمكن احنا اوفيشلي ما جددنا اي، لكن اليوم العلاقه اللي تربطنا والثقه اللي موجوده من اكثر من الورقه اللي راح تتوقع من رئيس النادي وذي، واكو على الهواء مباشره نقول لك انه مبروك التجديد يعني. يعطيك العافيه على الهواء مباشره، ما شاء الله انفرادات معاكم النجم عندنا. يعطيك العافيه، راح ارجع لكم طبعا، لكن راح اتوجه الى اللاعبين الان مره ثانيه. كميل عبد الله، كميل طبعا الاعين كانت تتوجه في المباراه النهائيه على المهاجمين، لكن انك انت تسجل اول اهداف في المباراه شيء مميز بالنسبه لك. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على الاستضافه. هذا كله فضل دعاء الوالدين يعني، الحمد لله رب العالمين. وكنا يعني الكابتن يقول لنا كان اذا في كورنر يعني الخطه نتدرب عليها قبل ثلاثة ايام، انه كان الوحش اللي صوبي لو جه كله بتروح عليه يعني، هو على وشي على المحترف الثاني يعني، وانا ما بيراقبوني بيخلوني كذي يعني 100% بيخلوني كذي يعني. فانه تشوفون انه يسجل يعني، شاف ان المباراه طافت زراس سجل وسيد بعد يسجل، فخلينا الخطه نصر عليه يعني. والكابتن عطاني الثقه الحمد لله رب العالمين، يمكن قد الثقه الحمد لله رب العالمين. يعطيك الف عافيه كميل. طبعا ننتقل الى سيد مهدي باقر، صمام الامان في دفاع النجمه، ما شاء الله عليك ضغوطات كبيره واجهتوها كدفاع نادي النجمه، لكن تعاملت معها بمثل ما نقول بركاده يعني كنتوا دفاع ثابت بالفعل، قدرتوا تحافظون على شباككم لحد ما مثل ما نقول في الدقائق الاخيره ياكم جول التعادل، بعد صمتوا قدرتوا توصلون للشوط الاضافي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافه. والله نفس ما شفتم في المباراه، احنا دخلنا المباراه بطريقه او تكتيك معين من الكابتن على عاشور، فهذا الشيء خلانا ساعدنا احنا كخط دفاع يعني، ما كان لعب علينا احنا اكبر من اللي قدام، فكان في شيء ان اللاعبين الوسط ولاعبين المهاجمين هم يبدون الدفاع عشان
يكون الضغط اقل على مرمانا. نفس ما شفتم في المباراه ما كان في خطوره او فرص علينا، وهذا الشيء كان لان الفريق كان يلعب كتيم وانضباط تكتيكي عالي. يعطيك العافيه سيد. ننتقل الى احمد عبد الله ابو طلال. الكابتن قال قبل شوي، قلت حق اللاعبين لا احد يسوي هاي البلانتي اللوب، بعد سويته. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافه. والله على البلانتي صراحه يعني الكابتن صد يعني قبل المباراه خبرنا ان ما حد يشوت البلانتي، بس ناس ما تقول يعني مثل مباراه مثل كاس الملك صراحه يعني يمكن الكل يشوفها يعني، فالحمد لله الله وفقني يعني فيها يعني، فنشكر ما شاء الله اعصابك بارده وثقتك كبيره. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وش السر انت واخوك محمد مسويينها؟ محمد مسويها في نهائي السوبر مره مع والله هو ما في سر، بس ناس ما تقول توفيق يعني، توفيق من رب العالمين الحمد لله. يعطيك الف عافيه ابو طلال. ننتقل الى عبد العزيز خالد. الف مبروك في البدايه، انتقلت الى نادي النجمه من فتره بسيطه، مع اول ايامك تحقق اكبر بطوله كرويه في البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافه. بطولات كاس الملك يعني اكبر دافع حق لاعبين الشباب، وتجربة كانت حلوة بالنسبة حق اللاعبين الشباب إنه يخوضونها. أول بطولة لي كلاعب في مسيرة الكروية، أبتديها مع نادي النجمة. هذه يخليني إن أبذل مزيد من الجهد في السنوات القادمة وأخدم الكرة البحرينية. يعطيك ألف عافية. ننتقل إلى محمد البنكي. ألف مبروك في البداية، لاعب شاب آخر تحقق بطولة بعمر صغير، شو يعني لك هذا الشيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه يعني دافع لنا بيكون حق السنوات الجاية، نحن صغار نحقق أغلى بطولة وإن شاء الله بنحقق أكثر من بطولة، مو بطولة واحدة وما بنوقف عن بطولة واحدة، طموحنا عالي إحنا الحمد لله، ونطمح إن شاء الله نوصل المنتخب ونوصل المنتخب لأعلى مكان نقدر نوصل فيه إن شاء الله. يعطيك العافية. ننتقل إلى محمود عصام. ألف مبروك في البداية، كنت أحد المقاتلين في المباراة النهائية، شفنا حتى إصابتك اللي صارت في راسك لفوا لك راسك ورجعت كملت وكنت بثقة كبيرة تلعب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافة الحلوة. صراحة الإصابة ما كانت خطيرة يعني، كان شرخ بسيط بس اتحاملت على ما عليك منهم لا يضحكونك ما عليك على الإصابة عشان هالشعار ده. أشكر المدرب اللي أعطاني الثقة في هالمباراة صراحة، اليوم كان ما توقعتني يلعبني لكن كنت قد الثقة يمكن الكلمة اللي كان ناطرينها شوف، بس كنت قد الثقة اللي أعطاك إياها المدرب. كنت قد الثقة، خليه يرد عليك هو كابتن. قد الثقة كان صح؟ محمود قد الثقة وأكثر صراحة. يعطيك العافية، ثقتك في محلها كانت. إبراهيم حبيب، جماهير النجمة افتقدت تواجدك مع الفريق كونك كنت مصاب في الفترة الماضية، لكن شلون شاهدت المباراة من خلال تواجدك في المدرجة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة الحلوة. كانت أمنياتي يعني أن ألعب المباراة، يعني أطلع المباراة من فوق، كانت كلش أجواء صعبة علي. الحمد لله رب العالمين، الشباب ما قصروا. أتمنيت الصراحة يعني لو مو الإصابة اللي صارتني أتمنيت أن أكون داخل الملعب، بس الحمد لله رب العالمين الشباب ما قصروا. كان عندنا رجال يعني كانوا قبل المباراة، الكل يعني كان عنده الإصرار عنده الطموح أنه ناخذ المباراة. الحمد لله رب العالمين إنه كان عندنا السيد صراحة ما قصر في المباراة، كان وحش. الحمد لله رب العالمين إنه حققنا البطولة، هاي أهم شيء. يعطيك ألف عافية، إن شاء الله ننتظر عودتك للملاعب. ننتقل إلى أوتشي. Congratulations first of all. You fight a lot on the field. Thank you. We feel that you want to win this championship. Yes, we actually work hard for it. Thanks to God at the end of the game, we were able to win the game because we came with a plan and we were disciplined till the very end. And thanks to God, at the end we won the game. Thank you. أنا بسأل كابتن علي سؤال بشكل سريع عن أوتشي. يمكن إحنا عرفناه في الملاعب البحرينية فترة طويلة رأس حربة تقليدي مثل ما تقول، ينتظر الكرة داخل 18 ويخلص. سويت فيه المباراة النهائية، كان يلعب من قلب يعني يرجع للدفاع يدافع يبني الهجمة. أوتشي ما شاء الله عليه وخبرة الفريق قاعد نستفيد منه وايد، أمور هجومية دفاعية.
ما شاء الله عليه هو كان عنده رغبة وإثبات للكل إنه هو لاعب سوبر، وما شاء الله عليه هو شخصيا كانت عنده الرغبة، يعني كان يبين في التمارين في الفندق دائما يوجه اللاعبين، واللاعبين ما شاء الله كلهم يستمعون له، ورغبة حقيقية كانت يثبت للجميع أن أوشي هو أوشي اللي يا قبل 6 أو 5 سنوات ما يحارب. يعطيك العافية. ننتقل إلى أسدرا سيلفا. أولا ميغو تودي بين يوفو بين قوم جوغو إما كرانشي بيناو. Thank you. In first place, thank you Hamed for opportunity. Thank you coach for support. Thank you my squad for help me every time. About game, I am very happy because win this cup. Thank you for Jumor in game every time Najma win. Thank you God for everything. You scored the goal that qualified the team for the final. What you can say about that? Yes, our players joking me because before no scored, but alhamdulillah I scored in time good qualification team for final. But our players help me every time. Thank you. Obrigado, amigo. Obrigado. ننتقل إلى حسن الكراني. حسن، أنت من اللاعبين اللي منضمين حديثا للفريق وحققت البطولة في بداية مشوارك، إيش يعني لك هذا الشيء؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافة. والله كأس الملك الكل يتمنى أن يحقق هذا الكأس، كأس غالي علينا، فيعني أنا كوني لاعب صغير حققت التاريخ وأنا صغير، يعني أنا تمنيت أن أكون داخل الملعب وأكون مشارك في هذا الإنجاز من داخل الملعب، بس الله ما كتب. إن شاء الله الجاية ان شاء الله البطوله الجايه. يعطيك العافيه حسن. ننتقل الى احمد ابو رسول حارس. طبعا انت الان تتواجد وتلعب مع نقدر نقول افضل حارس في البحرين حاليا، وهذا الشيء يمكن اثبته خلال بطوله كاس جلاله الملك وخلال بطوله كاس الخليج. هذا الشيء راح مثل ما نقول يعطيك ثقه كبيره ايضا وانت تلعب معه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ونشكركم على الاستضافه، خصوصا وياي سيد شبر، يعني سيد شبر حارس ممتاز، وهذا الشيء يفيدني أنا وفيد الفريق. وسي الشبر الشلة قاعد يخدمه، وقت اللي أنا بجي بلعب بدش في الجول بحاول إن أنا أقدم مثل ما يقدمه وأنفع الفريق مثل ما هو قاعد ينفع الفريق. وأنا أتمنى لي الخير، وأتمنى لأن أنا دشيت الجول نفس ما أتمنى الخير لنفسي. نعم. أتمنى لسي الشبر الخير، وهو صراحة شايل الفريق ويستاهل المكان اللي وصل له ويستاهل مكانته في المنتخب، وإن شاء الله من هذا الأعلى إن شاء الله. يعطيك العافية. يزن حسام الحارس الثالث. سيد أنور محفوظ طبعا مثل قبل شوي كان تكلم عن الحراس، تكلم عنك قال أنك حارس مميز للمستقبل، شلون أنت تستفيد من تواجدك مع الحراس الكبار اللي حاليا عندك في الفريق؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الكابتن عيسى القطان والجهاز الفني والإداري، شكر خاص الكابتن سيد أنور، وشكر ايضا اللاعبين وياي سيد شبر واحمد رسول والحارس انور، هم اللي هيئوا لي الجو. حارس للمستقبل ان شاء الله هذا يكون شرف لي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. موفقين ان شاء الله جميعا. يمكن اساله بشكل سريع، كابتن علي يمكن نتكلم عن الموسم الجاي عندكم المشاركه الاسيويه، هل ممكن راح تكون هدف لكم؟ المشاركه الاسيويه هي شيء طبيعي 100% في ان شاء الله الفريق. المهم والاهم ان نشرف الكره البحرينيه، ونفس ما المالتشيه والمنامه اليوم قاعد يشرفونا، ان شاء الله باذن الله اي بطوله راح يشارك فيها النجم راح يكون منافس قوي ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حمد، يمكن مهمه الحفاظ على اللاعبين الموسم الجاي راح تكون اصعب، اللاعبين مثل ما نقول اثبتوا نفسهم هذا الموسم بصوره كبيره انهم من افضل اللاعبين في البحرين، راح تكون لكم مهمه كبيره الحفاظ على نجومكم. كلهم ملتزمين بعقودهم 3 سنوات قدام، بس ابيهم تلعب مدى ابعد اكيد ان شاء الله عقب 3 سنوات. انا بسالك عن شيء معي يمكن في بالي الحين، كابتن احمد عبد الله ايام ما كان في البسيتين نصاب اصابه الرباط الصليبي، اسمه يمكن ما اقول اختفى نوعا ما، الكل قال ان احمد انتهى نوعا ما، لكن انتم قدمتوا بشكل مختلف في البحرين. يمكن احمد اليوم افضل ظهير يسار في البحرين، يمكن فضل لله سبحانه وتعالى وبعد نادي النجمه. بخصوص احمد شوي في يعني حاله خاصه، يمكن نفس ما تفضلت بعد إصابة أحمد وابتعاده يمكن عن ناديه الأم رفاع الشرقي،
كانت البحرين تتكلم ان احمد عبد الله انتهى، احمد عبد الله بعد الاصابه ما راح يقدر يعطي مثل مستواه السابق، لكن يمكن في سر بيني وبين كابتن علي، يمكن كابتن علي دائما هو عنده اختيار اللاعبين مع الجهاز الفني المعاون له، وانا ما تدخل في ذي الامور، فقط انهم يزكون الاسامي الا موضوع احمد عبد الله. موضوع احمد عبد الله يمكن انا شخصيا اللي راهنت عليه، لان بحكم علاقتي باحمد، انا واحمد نفس الجيل، انا واحمد عشنا مع بعض في منتخبات البحرين في الفئات السنيه، وعارف احمد يعني هو واخوه محمد ما شاء الله عليهم من افضل اللاعبين المتاسسين صح في البحرين، ويعني احمد اليوم يمثل يعني قياده الفريق في الملعب، لانه هو شخص مثال للاعبين الصغار ونموذج صراحه، يعني نفتخر انه هو يكون موجود ويانا ومن ضمن ذي المجموعة ويقودهم في الملعب. نعم، أشكركم طبعا على تواجدكم، احنا وصلنا للختام، نشكركم جميعا اللاعبين، لكن حمد ندعوك لتسلم هذا الدرع من قناة البحرين الرياضية بمناسبة تحقيق الفريق للقب كأس جلالة الملك المفدى. شكرا ناصر. طبعا احنا وصلنا إلى الختام، في النهاية نشكركم جميعا على تواجدكم معنا، أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في هذا الموسم والمواسم المقبلة. شكرا لكم على تواجدكم. وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الملعب، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، مع السلامة.